يعني الخصائص الذي تعرفه المستشفيات العمومية للسيدات والسادة النواب محترمين الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضل السيد نائب محترم. رئيس السيد الوزير، إن الخصائص الكبير الذي تعرفه لازالت تعرفه المستشفيات العمومية على المستوى الأطر الطبية والشبه الطبية والتجهيزات والأدوية، نسائل الحكومة على البرنامج المعتمد لمعالجة هذه الوضعية. شكرا. شكرا سيد النائب. تفضلوا سيد الوزير المحترم. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم على هذا السؤال. هذا انتم عارفين في الحقيقة ان البرلمان توصل مشاريع قوانين كما جا في المقدمة لإصلاح هذا القطاع هذا، والحمد لله ان البلاد ديالنا كتعرف واحد الثورة حقيقية في القطاع ديال الصحة للاثار ديالها الايجابي غادي ينعكس عليها ان شاء الله في الشهور المقبله ماشي اليوم. الخصاص كنعرفوه ديال الموارد البشريه اللي هو خصاص كبير ومهول، واللي الحكومه عازمه باش ترجع في هذا الخصاص هذا باجراءات، ومجموعه الاجراءات راه كاين تقليص ديال عدد السنوات ديال الدراسه في الكليات ديال الطب. على ما تم سنه 2025 غادي نكون وصلنا لواحد المؤشر جد مهم من ناحيه الموارد البشريه سواء الطبيه او التمريضيه. كذلك انه كنقوموا بواحد اعاده الهيكله ديال القطاع واعاده ادخال يعني حكمه جديده اللي كترتكز اساسا على التدبير الجهوي، وكذلك احداث واحد الوظيفه صحيه لتحفيز الموارد البشريه باش يمكن لها تخدم في هذا القطاع. فبالتالي قانون الاطار اللي صوت عليه مجلس النواب مجلس المستشارين 06/22 كيجيب هذا التصور الكبير ديال اصلاح المنظومه. شكرا. شكرا سيد الوزير. سيد النائب المحترم تفضلوا للتعقيب. سيد الوزير، لا شك انكم واعون كل الوعي بان تعميم ورش الحمايه الاجتماعيه رهين بتاهيل حقيقي للنظام الصحي وتوفير الوسائل الكفيله بتطوير العرض الصحي الجيد وتحسين تغطيه سائر التراب الوطني، بما يضمن لجميع المواطنين حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج خاصة على مستوى الأطباء ومهني الصحة والوسائل التجهيزات الضرورية للرعاية الصحية وتوفير الأدوية. لكن الوضع الذي تعرفه المستشفيات يهدد بقوة القدرة على تعزيز الولوج إلى الرعاية الطبية وتحقيق التغطية الصحية متوازنة تشمل جميع مناطق المملكة. سيد الوزير، كما هو الشأن للمستشفى الإقليمي بالصويرة، كيجي شي واحد مثلا سيد الوزير راك عارف بعض الجماعات اللي كتبعد ب 80 كيلومتر 90 كيلومتر على المستشفى الاقليمي، كيجي شي واحد من المناطق النائيه راك عارف العالم القروي، كيجي مريض كيشخص الحاله ديالو كيبقى يتجرجر تيشخص الحاله ديالو، ملي كيشخص الحاله ديالو كيتبين بان عنده شي عمليه ولا عنده شي حاجه كيمشي للمواعيد. انتهى الوقت سيد النائب المحترم. هل من تعقيب اضافي؟ هل من تعقيب اضافي؟ سيد الوزير فيما تبقى من الوقت 20 ثانية. كاين؟ تفضل سيد النائب المحترم عن فريق التجمع الوطني الأحرار. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، كما قلت كاين واحد الخصاص مهول، وهذا الخصاص ما يقدرش يتسد نسدوه في عام ولا عامين، ودرتوا واحد الاجراءات باش نعوضوا هذا الخصاص. ولكن كاين كذلك واحد المشكله في التدبير ديال الموارد البشريه، اللي على صعيد المثال حاليا كاينين اطباء اختصاصيين اللي سالوا الاختصاص ديالهم من شهر مارس ولا شهر 5، ولحد الان مازال ما التحقوش بالمستشفيات الاقليميه ولا الجهويه، مع العلم انه عندنا الخصاص في هذه الاختصاصات. وشكرا. شكرا سيد النائب المحترم. هل من تعقيب اضافي اخر؟ ليس هناك. سيد الوزير تفضلوا. اذا عندي دقيقه ياك السيد الرئيس. دقيقه. نعم. اولا باش نتكلم لك على الصويره. الصويره المستشفى ديال الصويره 330 سرير، واللي كان في تصلح ودات التوسعه ديالو في اطار ديال البنك الاوروبي ديال الاستثمار، واللي اليوم كيعرف عده عنده بزاف ديال الموارد البشريه، نقدر نعطيك كاع العدد ديال الموارد البشريه اللي فيه. ولكن الاقليم الصويره راه ماشي هي مهمشه،
هي عندها هي كذلك واحد الاهتمام. وعلى سبيل الذكر انه كما جات هذه السياسه ديال الاصلاح اليوم كترتكز على سياسه ديال القرب، راه 6 مليار و187 مليون اللي مرصوده للاستثمار والتهيئه ولاعاده التاهيل ديال القطاع. فبالتالي يكفي ان غير في البرنامج ديال التاهيل ديال المراكز ديال القرب ان الصويره بوحدها فيها 23 مركز اللي غتكون اعاده ديال التاهيل ديالو. اليوم غادي نوجدوا الحنشان ونقدر نعطيك انا ايت اي سي بركه الرادي ايدو قليل ايت داود اكسيتيرا، كاين 23 سنتر اللي غادي تاهل. شكرا سيد الوزير.